فإذا نفسك قالت لك أنت ما عندكش همة والفرص هتفوتك لأن أنت ما عندكش همة، قول يا كريم اكرم عبد الكريم، يا ودود تودد لعبد الودود، يا لطيف تلطف بعبد اللطيف، يا سميع ارزق عبد السميع، يا كريم ابسط واكرم عبد الكريم، يا باسط ابسط لعبد الباسط، واجعل نفسك تغرق في تجليات واسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. عشان كده وسع وسع قلبك بحسن الظن في الله. رابع حاجه انت او ثالث حاجه لازم انت تعملها، لازم تتوسع في مساله ماذا؟ في مساله ان انت ما تفوتش عليك فرصه. والله لو ساعدت الناس ان هي تخرج من خوف فوات الفرص، هتلاقي انت شيئا فشيئا بتشوف ان ربنا سبحانه وتعالى ادخر لك كنوزه وفضله. يبقى انت عامل ايه؟ ساعد الناس، اخدم الناس، اجعل كل يوم من ايامك تخدم الناس ثلاث خدمات: خدمه في البيت لاهلك وناسك واولادك واحبابك، وخدمه في العمل لحد خايف لا يتجازى او يتعاقب فساعده، وخدمه كمان في الطريق او خدمه لصديق. لما تتعود ان انت تعمل ده هتحس ان مفيش فرص بتفوت، ده انت نفس رزقك اللي جاي لك جالك وانت خدمت الناس، ما تعطلتش يعني ومفيش حاجه فاتتك. الامر الثاني والمهم، اجعلك على الدوام، ابتسم، ابتسم بغير سبب، ابتسم عشان ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه الابتسامة مغسلة لقلبك، وكل ما تبتسم كل ما تحس ان ربنا سبحانه وتعالى ينظر اليك ويتلطف بيك وهيكرمك. يا رب يا كريم اجعلنا على الدوام في امنك يا رب العالمين، واجعلنا في رضاك، واجعلنا يا ربنا على يقين بان رزق الكريم لا يقال له قليل، وأن رزق الكريم يكفي عبد الكريم، وأن بسط ما بسطه الباسط يجعل هذا العبد من أكثر الناس بسطا وفتحا وكرما. يا فتاح اجعلنا دوما نعيش في سعتك وكرمك، يا واسع يا كريم يا ودود يا رب العالمين. أدخلنا في أمنك من كل خوف، واجعلنا يا ربنا في رضاك.